الرابع من أبريل يوم تاريخي في الولايات المتحدة، رئيس أمريكي إلى المحاكمة. نتحدث عن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، سيقف بعد قليل أمام قاض صارم كما وصف لمواجهة لائحة اتهامات لا يعرف نتائجها، قضية شراء صمت، ساعات من الترقب. الأمريكيون منقسمون وإن التف جلهم حول ترامب. ومن فلوريدا خطاب مرتقب، ماذا سيكشف وبماذا سيتحدث ترامب في يومه الكبير؟ This country goodbye. Guilty, guilty, guilty. It shows that somebody can't just be in that office of the presidency and get away with murder.